عدد كبير من المهاجرين الأفارقة يعبرون دول شمال القارة، يركضون ويركضون وراء حلم التنقل إلى الضفة الأوروبية. لكن تغير مسار الرحلة وتحولت بلدان المغرب العربي إلى مواطن استيطان دائمة، بل ويطالبون بحقهم كأبناء لذلك البلد. لعل آخرها ما يحدث اليوم في تونس من انتهاكات واحتلال للبلد. فما الحقيقة وراء المنظمة التي تطالب باحتلال شمال إفريقيا التي شعارها إفريقيا للأفارقة السود؟ هم يغيروا التركيبة الديموغرافية لتونس. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. بدأت الحشود الإفريقية تحت شعار واحد، إفريقيا للإفريقيين، وهو الشعار الذي أقره الجامايكي ماركوس غارفي، حيث تراهم في تجمعات بتونس، بل حتى أنهم أصبحوا ينظموا مظاهرات، خاصة بعد إثبات مشاركتهم في العديد من الجرائم المختلفة من سرقة وقتل، حيث تحول ملف المهاجرين الأفارقة إلى تونس لأهم المواضيع التي تلقى اهتماما إعلاميا وشعبيا وحتى رسميا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، إلى درجة حديث رئيس البلاد عن ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد. وتزايدت في الفترة الأخيرة الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ترحيل المهاجرين القادمين من دول إفريقيا، وتداول مستخدمون في عبارات وألفاظ ذات دلالات عنصرية أخبارا تؤكد ضلوعهم في جرائم قتل وسرقة، متهمين إياهم بالوقوف وراء الكثير من هذه الجرائم، إضافة إلى ممارسة الشعوذة والاحتيال وارتكاب السرقات عبر التهديد بالقوة. كل هذا فعلوه بتونس، حيث ذهب البعض الآخر إلى اتهامهم باصطياد الحيوانات الأليفة مثل القطط من أجل أكلها. لماذا المغرب وتونس فقط من يعاني من هذه المشكلة؟ يرجع ذلك إلى طبيعة المهاجرين في البلدان، فأغلب المهاجرين بالجزائر هم من النيجر، وتجدهم مسالمين وبعيدين عن المشاكل، ومن حيث العدد فهم قلة مقارنة بتونس والمغرب، فمعظم المهاجرين في تونس والمغرب يتواجدون بأعداد ضخمة، قادمين من الكاميرون وكوديفوار، سكان غرب إفريقيا يتميزوا بالقوة البدنية وأيضا عنصريين، ويعتبرون الأكثر خطورة، وهم متشبعين بفكر جديد وهي إفريقيا للسود، وهي فلسفة للمفكر الجامايكي ماركوس غرافيري، وهذه الفكرة تنتشر بقوة في الصفحات، وخطتهم غالبا مبنية على التزاوج بينهم وبين النساء من المغرب وتونس وإنتاج جيل هجين، ومن ثم ذلك الجيل الهجين ينتج جيل أسود. فكرة مثل هذه تبدو بعيدة عن التطبيق، لكن عندما ننظر للواقع ونربط بالمعطيات مثل هجرة المغاربيين نحو أوروبا ونعمل إسقاط على أوروبا مثلا، أين يظهر نسبة السود أصبحت تشكل نسبة كبيرة من المجتمع الفرنسي مثلا، ونربطها مع العوامل البيولوجية التي تقول بأن نسبة الخصوبة للأفارقة هي الأكبر في العالم، تتيح لنا معرفة أن الفكرة ليست بذلك البعد من التحقيق، والعنصرية لا تقاس بمكيالين، فالأفارقة بفكرهم هذا الذي يرى أن إفريقي للإفريقيين هو وحده فكر عنصري إقصائي يشبه نظام الأبارتيد،